الحمد لله. بس الخوف ده يا كابتن، انتوا ولاد العم، الخوف ده ازاي كان انت موجود؟ عاوز تقول ايه يا حوده؟ ان عاوز تقول الماتش ايه؟ كان ايه بقى؟ عاوز تقول ايه؟ الماتش كان متفوت؟ لا ما تبص يا محمود، ما تقولش الكلام ده يا انت جماعه. بص هقول لك على حاجه، انت زي جماهير الاهلي بالظبط. لا انا محايد جدا يا كابتن. جماهير الاهلي على بكره ابيها بتقول ان الماتش متفوت، وانا اقول لك بعيد كل البعد عن الكلام ده خالص. انا ما اقدرش، انا كتامر عبد الحميد ما اقدرش اتهم من الاهلي ان مثلا ايه المقاولين بيفوت للاهلي. ما اقدرش اقول مثلا ان لما يكون الكابتن محمد عبد الجليل مثلا محمد عبد الجليل في المقص، بيفوت، بيفوت للاهلي، كابتن مختار بيفوت للاهلي. عمري ما اتهمت الاهلي، او عمري ما اتهمت الفرق المويله للاهلي انه بيفوت للاهلي. عمري ما الكلام ده طب انت حصل شفت مني الجون خالص. بتاع امام عاشور امبارح؟ خبط في المدافع. شفت الجون ازاي؟ بص يا محمود، بص يا محمود، ماشي يا كابتن. احنا السنه دي كزملكاويه بنمر باسوا حالاتنا اداريا تمام وماليا ومشاكل في النادي، ولكن لما انت تنافس على الدوري وتكون قريب من مشوار الدوري وقريب من الخطوات اللي خلاص اللي هتقربك للدوري، انا شايف ان ده انجاز ما بعده انجاز لنادي الزمالك. بالتخبط اللي موجود، التخبط الاداري، التخبط المالي، عدم الاستقرار الاداري اللي موجود، كل شهر او كل 3 4 شهور لجنه تمسك النادي، لما تقول تبرعوا للنادي، حاجات كتير قوي يا محمود، ده حاجات احنا كتير لسه قوي جايين كتير. لازم الجماهير تعرفها، لازم الجماهير تعرف. انت دلوقتي بتهمنا ان الاسماعيلي هو اللي مفوت مباراه الزمالك. الزمالك ده ينفع يا محمود؟ ينفع؟ ما هو عشان هم شافوا ان الاسماعيلي ما بيأديش نفس الماتش اللي اداه قدام الاهلي. لا هو من انت طب انت فنيا هقول لك بقى، على حاجه، هقول لك على حاجه، انت ماتش الاسماعيلي والاهلي، الاسماعيلي عمل ايه مع الاهلي؟ ما عملش حاجه خالص. يعني الكره الوحيده اللي انا كنت شايفها ان هي راحت على الاهلي دخلت وضربه ثابته. انا شايف بمعنى الاسماعيلي ايه؟ بمعنى ايه؟ مستوى الاسماعيلي مع الفرق الكبيره مش بيبقى هو المستوى اللي احنا عارفينه عن عن السمسميه زي ما بيقولوا، عن البرازيل مصر الاسماعيلي، الحاجات دي كلها. انا شايف ان مستوى الاسماعيلي هو كده السنه دي اللي وصل له دلوقتي مع الكابتن خالد جلال. ده انا في شايف المركز ان ال هو 12 يعني انا شايف فريق ان هو عادي. انجاز. لا ده كان بيصارع على الهبوط ايوه يعني فريق قبل عادي في المركز ال بص يا محمود، 12 اهو. قبل لما يجي الكابتن خالد جلال كان بيصارع على الهبوط. ايوه صح دلوقتي ماشي بشكل كويس جدا، صح؟ صح لما يتعادل مثلا مع الاهلي، وده عليه نقطتين مهمين جدا، واللي انت الزمالك يكسب الاسماعيلي، شافه كسب بصعوبه. انت اخر ربع ساعه الاسماعيلي مضيع 3 4 جوال. طب ده هربطها لك يا كابتن. اتفضل. الناس بتقول اللي طلع الاهلاويه الناس على السوشيال ميديا، عشان احنا بنتكلم على السوشيال ميديا اهو. الاهلاويه هم اللي بيقولوا يا محمود، انت ممثل الاهلاويه هنا يا محمود. بيقولوا ايه؟ اللي طلعت الفزاعه بتاعت اللي الكابتن ايهاب جلال عايز مليون جنيه في الشهر قبل ماتش الزمالك عشان يحصل خلل، ويقول لك بايه؟ ما يربطوش فكره التفويض. انا ممكن يفوت حاجات كتير قوي. يعني انت هقول لك على حاجه، انا شايف ان